بالحديث بقى عن منتخب النمسا، أداء رائع في دور المجموعات، خروج من دور الثمانية على يد المنتخب التركي بشكل، يعني لو عايزين نتكلم على فنيات المنتخب النمساوي، شايف إزاي نقاط القوة بتاعته ونقاط ضعفه؟ من نقاط القوة من وجهة نظري هو أن الفريق يلعب كتيم، كفريق جماعي ويلعب كرة جماعية، وأرى التناغم ما بين اللاعبين هي نقطة قوة كبيرة، ولكن من وجهة نظري أن وجود الفريق النمسا بين المنتخبات الحالية من ناحية جودة اللاعبين قد لا يكون هم الأفضل من وجهة نظري، هناك فروق كبيرة، ورأينا ذلك حتى مع المنتخب الألماني، أصحاب الأرض لديهم لاعبين ذو جودة عالية، وعلى الرغم من ذلك خرجوا مبكرا من البطولة. عظيم جدا.